المهم هاد السيد اخويا مريض، مريض عقليا حمق. ديما السيد هنايا كيشم الدوليو كيشرب. حنا خويا باش نقول لك ديما كيجي لهم، المهم عمرو ما هضرنا صراحه. كان كيقولوا محاوله اغتصاب لهاد الدريه اللي بنت خوه اللي ساكنه حداهم، المهم بينه وبين عائلته صراحه. واخا كان كيجبد لينا الصداع على والو. هاد النهار المهم كنت انا هكا كنسيقو، هذا السيد بان ليا كيهز واحد القرعه تاع الشراب وواحد داك شمو داك الدوليو اللي كيشمو هذا كما العاده. واقف قدام الباب هز واحد الجنويه، ما هي حتى جنويه كامله، غير داك المضى تاع الجنويه من الفوق لاوي عليه واحد داك الشامبرير، وقفت يمضي فيه قدام الباب. صافي واحد ما كاملش حتى شي 5 دقائق هكاك عيط لماما دخلت ولدي صغير. ولدي عنده عامين تقريبا، كنت داز من حدا كان يدوز عليه هو الاول. صافي طلع لباه، بطل الدروج تكاه، غير داك الديزاينين تاع باه مسكين بداك الحر ديال داك الذبيحه اللي كيذبحوا. الجاره مسكينه اللي ملاصقه معاهم هي اللي خرجت كضرب فيه بالحجر، كتقول كوكا عباد الله عتقوا الروح. جا خوها من هنا صافي طلع نقز من مورا دارهم وزاد. الاب مسكين راه بقى حتى جا المقدام وجا جات لامبيلونس داوه. صافي هذا الشيء اللي كاين داوه. المهم السيد دابا راه باقي متلوق قبيله على ما كيقولوا الدراري. تعرض لواحد المره كان غادي يضربها، تبعوا راه لاح لهم داك المضى جابوا نيت قبيله كان عند الدراري هنايا، والسيد باقي كيدور. حنا خويا خايفين على وليداتنا، بحال دابا انا عندي ولدي باقي صغير يلاه عنده عامين، ولاد هاد المره على ما كيقولوا ملي كيشوفوه هنا كيبقاو يقولوا لي فهمتي داك الحماق وهذا راه شي يومين هادي كيقولوا العيالات راه كيتلقى لهم حدا المدرسه. وخويا خايفين على وليداتنا، راه هاد السيد راه كبرنا معاه هكا حمق. غدا ولا بعدو راه يذبح كيما تجرا يذبح باه، غدا غيذبح مو، غادي يذبحني انا، غادي يذبح راه اليوم على باه، غدا راه علينا وعلى الدرب كله وعلى وليداتنا. ايوا هذا ما كان اخويا. ايوا كنطالبوا الا كان حمق يشوفوا ليه شي سبيطار، الا كان السيد بعقله يمشي يديوه يتشد، المهم ياخذ العقوبه ديالو صافي. هادشي اللي كنطالبوا حنايا حل، لان اليوم على باه مسكين غدا راه علينا. السيد ديال باه، مسكين على ما تيقولوا باقي عايش تقريبا. الشيء المضى هو ماشي يكون كان شي مضى جديد شي يلاه مشري وهذا يقطع لباه الراس، واني مع داك المضى معاه هو غير كيتميخ في البركاسات وهذا لاقي غير داك المضى فهمتي، ما لاقيش داك ما شاريهاش حافيه. راجا كيمضي فيها هنايا قدام بابهم كيمضي فيها. عاد طلع الاب ديالو صبقك مسكين كيضرب فيه، راه دار ليه ماشي غير ضربه وحده، راه شحال من ضربه مع الموس حافي ما نحروش مزيان. المهم عذبوا مسكين عذبوا، الله ياخذ فيه الحق، عذبوا عذاب شديد. وهذا راه من الصغر كبرنا معاه هنا، راه كنجري عليهم من الدار. واحد النهار لقاوه الجيران غادي بمو، غادي بها داير ليها جنويه في صاكو غادي بها، راه الجيران اللي فكو. خويا ما كاين اللي يهضر، كيديوه لا تصبيدر. السيده راه مسكينه راه تجي حتى هي لا قبلها تصوروا معاها، تصوروا مع السيده راه عندها شي فوق من 50 عام ولا 60 عام وباقا خدامه على هذا اللي مريض وعلى هذا الاب مسكين راه ولا بصير كاع ما كيتمشى، كاع تمشي ما كيتمشاش. ايوا هذا ما كان اخويا. كيديروا لنا يشوفوا لنا شي حل، الا كان مريض يمشي يتعالج، الا كان بعقله يمشي للحبس، المهم ياخذ يديروا لنا شي حل، اللي يديروه لينا. حيتاش اليوم كيما راه اليوم دار البارا، غدا غادي يبدا في الجيران. ايوا هذا ما كان سيد ذبح باه، وحنا راه خايفين على ولاد ولادنا، وتا عندنا تا ولادنا صغار. ايوا راه ضروري هاد السيد هذا، راه خصو ما يبركش عندنا هنايا، ما يبقاش عندنا هنا في الزنقه، وخا تكون مو ولا يكون اللي بغى يكون. روح حنا راه ظهر لينا هنا، والله تنهرس لينا ركابي، والله الا ما حيدش لي رجلي انا راه ماشي دكوالي. ايوا السلام عليكم. انتم خايفين على ولادكم؟ ضروري خايفين عليهم، راه على حسب ولادي انا بان لي هنا نهرس لي ركابي. عندي بنتي صغيره يلا عندها 9 سنين، ولد بنتي يلا عنده شي عام. ايوا راه ضروري الدري ما عارف والو، يقدر يشوف ويجي عنده. ايوا هذا هو اللي قلت لك اخويا. اليوم بنهار جا في العشيه مع جوايديك الثلاثه، كاينين شي وليدات هما كاينين شي ولاد هما الاولين كاينين هنا، هضر دار لهم الحجر وهاز القرعه وهاز الجنويه كيما تضيف الجنوي. هزيت انا الولد الصغير ديته دخلته بقى واقف فهم الباب، واحد ما كاينش 5 دقائق كدق عليا جارتي، جينا لقينا كيذبح في باه، هبطنا باه مذبوح. حنيت راه 19 غرزه دابا كنا عندو في السبيطار، من عنده من 19 غرزه هو اللي في العنق ديالو ومكرفس والديه. وراه ماشي غير هذا العام، راه هذا راه السنين هذه، وحنا كيديوه يسدوا عليه كيضرب شهر كيخرج يردوه ليهم، عايشين في الجحيم هاد الناس ومكرفسين. السلام عليكم. الوالد هو ديما كيضربوه دائما
ديما هو ها كنطلب لي يضربش الوالدين ديالي. كنطلب لي باش يداوى الا كان حمق يداوى الا كان هو غادي راه كيمشي الحبس. انا كنت ساكن لتحت ما انا ساكن الباب ديالي بوحدي وهما الباب ديالهم بوحدهم. انا سمعت الغوات. لا انا هذا هو هرب هو. كنطلب لي انا الا كان مريض يمشي للسبيطار ديال الحماق الا كان هو داير هذا الشيء بالعاني يمشي للحبس يتربى. ناك السيده هذه تعدى غوا الزنيقه ماشي يلاه واش يلاه اول مره عطيتي تيستلو دوار هذه سكراكه. الدراري تعدى في اللاسن راسني تضرم دراسه. هي راه ضربها راه وعارفنا هذا الشيء ولكن هاد الناس هضروا شدوه وتلقوه ماشي مره ماشي جوج دار هذا الشيء. كغادير لهاد السيده خاصو هذا الا كان بعقلو خاصو يشدوه الا ما كانوش بعقلو يديروا السبيطار الحماق ولا يتربى ولا. والناس راه ما عندهم ما يقولوا. هادشي اللي كاين اخويا. يقول لي جيب لي دارو كنمشي نجيبو ليه، علاش نضربو انا؟ هو انت راه بعقلك راه. امي تعس ما راه ما كانو دابا فاش غنغطي امي دمي، وانا غطيهم بجوج ونحط في البولا ونمشي وسد عليا، هو كيبقى هنا كيخرج هو بجوج ديال الليل، غتقول انت تخرج بجوج ديال الليل، خارج هو مشى ما عرف فين مشى. ديما القرعه ديال الدنيا كيكبها ويشد، باقي لي الدم ديال بوها. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.